الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا أخوكم العميد الركن صلاح الدين محمد أحمد كرار، أحد أبناء ولاية نهر النيل ومدينة أبو حمد وكل المنطقة من زمامة إلى العار. أنا والله هذه الرسالة بوجهها للسيد والي ولاية نهر النيل المحترم والضابط الإداري الذي عمل في مدينة أبو حمد ويعرف أكثر من كثير من أهلها. الرسالة مختصرة: يا سيد الوالي، أوقف هذا المزاد الذي أعلنت في أهم 3 أو 4 مدن من ولاية نهر النيل، لأن أول حاجة الناس الآن، المواطن الأصلي الذي كان يتمنى أنه يمتلك قطعة أرض، كان دكان، كان سكن، غيره، الآن مفلس تماما بعد السيول والفيضانات والكل الذي أصابوا من الحرب، والنهب اللي نهبوه لهم أغلبهم جو يعني سكنوا مع أهلهم هنا وبقوا عبء كبير على أهلهم. يا سيد الوالي، الذي سيشتري هذا المزاد هم الذين نهبوا يعني الذهب بتاع الناس وأموال الناس وكسروا البنوك وقاعدين معانا في المحلية. لو ما عارفين تبقى دي مصيبة كبيرة جدا 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 السيد الوالي، لو ما عارف الآن هذه الأموال موجودة عند الناس أو وكلاء للتمرد هم اللي بيشتروا. بالله عليك الله، أطلب من السيد المدير التنفيذي الأول الآن، أطلب منه قل له يعمل لك إحصائية من هم الذين اشتروا المزادات السابقة ويمتلكوا. أغلب ليسوا من المواطنين، إحنا ما عنصريين، لكن نخاف على منطقتنا من التغلغل فيها والبتاع. إحنا فاتحين التعديل لأي إنسان، وما في زول واحد بقدر يمشي في مناطق كثيرة جدا جدا في دارفور وفي كردفان وفي غيره، واحد من أهل الشمال يستطيع أن يعدي في هذه المناطق. ممنوع، ممنوع بقوة القانون وقوة السلاح وقوة القبيلة وقوة كثيرة جدا جدا. يا سيد الوالي، أوقف هذا المزاد، وإلا أنت تكون مشترك تماما مع إدارة الأراضي بتاعك في ولاية نهر النيل، مشترك في حيما. أبحث لك عن موارد أخرى غير هذه الموارد، وطلع أمر من مجلس ولاية نهر النيل بوقف بيع الأراضي والمزادات بعد الأراضي إلى أن تنتهي هذه الحرب، وبعد ذلك نشوف نعمل شروع. لكن إذا كنت عايز تعمل مزاد عشان يأخذوه الناس النهب البنوك وسرقوا البنوك وناس بنكك والقاعدين الآن في أبو حمد وفي شندي وقاعدين في بربر وفي عض كل المناطق دي، دير كلهم ناس الآن بيمتلكوا الأموال اللي عليها علامة استفهام كبيرة جدا جدا، ودير اللي حيشتروا المزاد. إذا أنت بس داير المزاد وما بيهمك المواطن يبقى ده موضوع تاني نتطرق له، لكن إحنا استغلنا فيك، أنت رجل خبرناك في أبو حمد اشتغلت فيها وتعرفها تماما وتعرف نهر النيل تماما. أرجو بالله أوقف هذا المزاد يا السيد الوالي، والي ولاية نهر النيل، أوقف هذا المزاد، لأنه المزاد ده حيصبح سيد الوالي، والدولة بتحارب غسيل الأموال والعالم كله بحارب غسيل الأموال. أرجو بالله إنك يعني توقف هذا المزاد، وهذا كلام إذا ما سمعته عندنا كلام ثاني إن شاء الله. السلام عليكم، أخوك العميد الركن صلاح الدين محمد أحمد كرر. طيب، السلام عليكم شباب السودان، إن شاء الله تكونوا بخير وعافية، ربنا يحفظكم أينما كنتم، وربنا يشفي جرحانا والمصابين وأوضح ميدا للمفقودين يا رب العالمين، ويرحم موتانا وموتاكم كلكم. وأيضا بنرسل رسالة قوية جدا لإخواتنا المصلى، رسالة تهنئة طبعا، و الانتصارات الآن حققوها في مجموعة كبيرة جدا من المحاور، سواء كان في محور سنار أو محور المناقل والسوكي، وأيضا في غربنا الحبيب في الفاشر وما المحليات حول الفاشر. ما دار أخي كثير في الموضوع بتاع العميد كرار، صلاح الدين كرار، وصراحة اللي هم الآن داير في الشمالية نحن ما مدرين، أو أنا صراحة ما بعرف اللي ماشي شنو،
لكن اللي حاجة اللي أنا بتمناه من الشعب السوداني أن تنتبه له، اللي هي الناس تركز مع أخواته المصلى، الناس تركز مع الأخوة المشتركة، والمجال السياسي يخلوه للخبراء السياسيين، سواء كان كتب سياسيين سواء كان محللين سياسيين، فهم أدرى بالأمور السياسية، فنترك الخبز لخبازه. لكن نحن كمواطنين بسطاء، حتى معرفتنا في السياسة هي ما كبيرة، اللي هي وليدة فقط، يعني أفقنا ما واسع في السياسة، لكن الظروف أو الوضع الآن علمتنا أشياء كثيرة جدا، والأشياء بقت باينة، يعني الساح من الخلط والخلط من الساح، فبقت واضحة شديد. اللي هي اللي نحن بنعمله الآن هي وقف خلف قواتنا المسلح ودعم القوى المشتركة بكل ما نملك، لأنهم الآن هم صراحة بيحتاجون إلى المساندة بتاع الشعب، وهم الدولة، وما في دولة من خير شعب، ونحن الشعب يعني، فبنكون عمود الفقر للسودان. المواطنين والقوى المشتركة والجيش السوداني بنكون عمود الفقر للسودان، وهنقدر نستعسر الميليشيا الآن اللي هو قاعد تنهب ممتلكات الشعب السوداني، قاعد تصرف ممتلكات الشعب السوداني، واللي هي قاعد تعذب الشعب السوداني يعني. أما موضوع بتاع مزات وما مزات، فاللي هو دي اللي هو خاصة بالأمن والمجتمع المحلي والسياسيين، فيشوفوا الموضوع ماشي كيف. لكن خلونا الآن نركز في دعم قواتنا المسلحة والقوى المشتركة، علشان صراحة بيحتاجوا علينا ونحن بنحتاج لهم يعني. صراحة الجيش في تقدم كبير جدا، وده يدل على الإدة الجديدة والنظام الجديد، والميليشيا انتهى طبعا، فالدلالات واضحة جدا بأنه يا أخي نحن ماشيين للانتصار، و الحمد لله يعني الشعب السوداني صبر صبر كبير جدا، وهننتصر إن شاء الله، وما زال مطلوب مننا شوية صبر، وبننتصر بإذن الله. فإذا أنت وصلت لحد هنا، فبالله شيرك واجب وطني، اشتراكك في القناة واجب وطني، و علشان بيسوق أنت ممكن الفيديو تصل لعدد كبير جدا من الناس. وأهم حاجة اللايك يا شباب، اعملوا لايك علشان الفيديو تخش في التفاعل وتقدر تصل لعدد كبير جدا من الناس، فهذه كلها أشياء بكون هي مجانية، لكن بتكون يعني انت ساهمت في نشر القضايا الأساسية للسودان، واتصل كل بيت سوداني يعني. فإن شاء الله النصر من حليف قواتنا المسلحة، والنصر من حليف الشعب السوداني، وربنا يصبرنا إن شاء الله، هننتصر بإذن الله. دمتم ودام السودان بألف خير، محباتي لكم.